انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي مطلب، إن لم يحقق فإنه يعني مضي أوروبا نحو الانتحار. بهذه الكلمات وصف وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا هذا الملف الذي تسعى إليه بلاده منذ سبتمبر عام 2022، ودعا إلى عدم عرقلة التقدم نحو عضوية كييف في الناتو باعتبار أن ذلك الطريق الوحيد لإغلاق الباب أمام العدوان الروسي. ضغط كييف التي تعتبر أن لديها كل الشروط للانضمام إلى الناتو جاء بعد عدم دعوة الحلف أوكرانيا لحضور قمة فيلنيوس التي تعقد بعد أيام قليلة، كما سبق الرئيس الأوكراني وزير خارجيته في تصريحات طالب فيها بمنح بلاده دعوة للانضمام إلى الحلف. مطالبة أوكرانيا تلك لا تبدو منطقية من وجهة نظر عدة دول في حلف الناتو، وهو ما أثير مرارا وأدى إلى انقسامات بشأن الطرح. لكن صحيفة واشنطن بوست نقلت قبل أسابيع خطة أمريكية تدريجية لضم أوكرانيا، وأوضحت أن الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا تؤيد اتخاذ خطوات أصغر يمكن أن تشمل ترقية بيروقراطية لأوكرانيا إلى هيئة الناتو، أو قرارا بتوسيع الدعم الفني من قبل الناتو لقطاع الدفاع الأوكراني. في حين طرحت دوائر إعلامية وسياسية تطبيق النموذج الإسرائيلي في مسألة تعاون الناتو وأوكرانيا، وهو ما دفع روسيا للقول إن ذلك لن يساعد في حل الوضع بأوكرانيا. مجلة إيكونوميست البريطانية كشفت أيضا أن الناتو لن يمنح أوكرانيا عضويته، لكن دوله ستقدم ضمانات أمنية طويلة الأمد إليها تمكنها من الدفاع عن نفسها، وذلك بهدف استنزاف روسيا على مختلف الصعد. عبد الله الخطيب، تي ار تي عربي.